عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. والله انا كنت عايزه اسال عن حاجه انا اخطات فيها في العمره يعني، وعايزه اعرف ان كان ليها كفاره ولا لا. انا وصلت السعوديه في العمره، ومجرد ما وصلت يا دوبك عملت العمره الاولانيه ليا وحصل حيض، وما قدرتش طبعا املك نفسي لان هي كانت اول مره يعني، او احنا ما كناش متوقعين ان انا ممكن اروح تاني. فطفت حوالين الحرم وانا حائض، نعم. طفت يعني نزلت الساحه بتاعت الكعبه وطفت مره واحده وكنت انا حائض ساعتها. طفتي وانت حائض. فانا عايزه اعرف ان كان ليها كفاره ولا لا، لان انا وقتها واحنا هناك اتصلت في خدمه الافتة يعني، وقالوا لي لا ما يجوزش. بس انا الصراحه قعدت واعشم نفسي ان ممكن يكون في مذهب تاني او اي حاجه تانيه تخليني ينسى. لا، ذبح ذبح شاه، ذبح شاه، لان الطواف لا يجوز للحائض في الاصل ان هي تطوف وهي حائض. لكن بعض الفقهاء وهم الحنفيه قالوا اذا كانت مش ما تقدرش تنتظر لغايه ما تطهر يبقى تطوف وهي حائض وتذبح، تذبح شاه. خلاص، يبقى كده ان شاء الله ادت الركن بتاع العمرة، لأن العمرة ركنين، الطواف ثم السعي. أما الحج فبيزيد عليه الوقوف بعرفة كركن الأركان التي لا يشترط لها الطهارة.